اتنين قصة 19 ثانية بين أمريكا واليابان. الرئيس ترامب لما كان مرشح هاجم اليابان بشدة وقال اليابان لازم تدفع، احنا لينا جيش موجود هناك، قواعد عسكرية موجودة في طوكيو وخارج طوكيو، مش هنخلي الجيش الأمريكي يبقى موجود هناك ويدفع الفلوس المواطن الأمريكي، يا إما اليابانيين يدفعوا وجودنا هناك يا إما هنسيبهم ونطلع بره اليابان. إنما اليابان اللي اتخضت جدا من هذا الكلام لقت موقف تاني بعد ما وصل ترامب إلى البيت الأبيض، لأنه ده كمان تصادف مع إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخ متوسط المدى لكن خطر على المنطقة، فترامب استقبل زعيم اليابان شينزو أبي واستقبله استقبال في منتهى الفخامة، استقبله في البيت الأبيض، بعد كده ركبوا الطيارة الرئاسية، راحوا لعبوا جولف في نادي ترامب للجولف، وبعدين راحوا عزبة ترامب اللي موجودة في فلوريدا، تغدوا في العزبة هناك، صور كتيرة جدا لهذا اللقاء الاجتماعي اللي كان فيه ود كبير جدا من الرئيس ترامب ومن الزعيم الياباني أبي. وهم بيسلموا على بعض استغرق السلام 19 ثانية، وده كان موضوع اهتمام الإعلام العالمي في الثلاث أربع أيام اللي فاتوا، الاهتمام بزيارة زعيم اليابان ثم بالمصافحة اللي كانت مؤخرا بين الزعيمين اللي خدت 19 ثانية، ده خلى الناس تقول إن السياسة هي سياسة، وإن ترامب اللي كان بيهاجم اليابان قال عليها حليفة عظيمة 100%، وترامب اللي كان بيقول لازم يدفعوا بدأ يفكر بشكل استراتيجي من أجل دعم اليابان. إنما هنا في درس تاريخي مهم، إيه هو الدرس؟ تخيل اليابان كل ضغطها على ترامب إيه؟ إن عايزين الجيش الأمريكي يبقى في اليابان. يعني تتخيل دول دخلوا الحرب العالمية الثانية كلها علشان ما يكونش في جندي أمريكي في اليابان. دلوقتي بيخوضوا معركة عشان بقاء الجيش الأمريكي في اليابان. حوالي 70,000 ضابط وجندي أمريكي في اليابان، جيش. 6 قواعد عسكرية أمريكية في طوكيو وحولها، قواعد عسكرية أخرى. فتخيل بقى الدولة الوطنية دلوقتي في العصر الحديث أو المعاصر بتضغط على دولة أجنبية علشان تبقي على قواعدها العسكرية الأجنبية وعلى قواتها الأجنبية من أجل حمايتها من قوى أخرى معادية إقليميا. العلاقات الدولية بتتغير، نظرية السيادة بتتحول، ولما يكون في عدو سابق لكن في عدو معاصر، إذا أمريكا عدو سابق ورمت قنابل نووية على اليابان لكن في عدو حالي هو كوريا الشمالية اللي ممكن تضرب اليابان بقنابل نووية، فهذه الحالة بتروح العدو القديم ضد العدو الجديد، آخر لخبطة وآخر تعقيد في العلاقات الدولية. وطبعا مذهل للغاية إن بلد زي اليابان بكل تاريخها الإمبراطوري والاستقلالي والعظمة اليابانية والقوة اليابانية دلوقتي يبقى كل هدفها مع ترامب بقاء الجيش الأمريكي على الأراضي اليابانية.